الحين يا جماعة الخير ونفتح الماي على أساس إنه نجرب. الحمد لله اشتغلت بالطريقة. هذا صرف الماء. الحين طبعا أنا غسلت الحوض وبشغل النوافير، نظفت الأنابيب أو البيبات بالطريقة هنا، نظفتهم هذه المواسير. فالحين إن شاء الله بشغل النوافير، تابعوني. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا يا جماعة الخير، هذا الولفات يعني بطلتهم ونظفتهم بالطريقة، لأن ورق السدر يمسك بهالطريقة. فالماي شوي ضعيف، لكن لما نركب هذا شوية بيصير الضغط، ونشوف اللي منسد بعد بنرفعها مرة ثانية. تابعوني. هكذا مشاهدينا الكرام شغلنا النوافير بالطريقة. السلسلة موجودة هنا. طبعا هاي التمديدات بدون اي يعني تسريب، ما غير من شيء، نفس الشيء اللهم، بس يعني رفعت هذه 1 انش. تابعوني وشكرا.